بدأنا الترحيب ونقول لك هذا ونورتنا ورقم الظروف اللي جاي يصير اتصلت عليك وانطيتني من وقتك ووافقت على اجراء اللقاء. شكرا جزيلا. أنا أهلا بك وشكرا جزيلا، وبالعكس هذا واجبني يمكن نتواصل إلى الإعلام والصحفيين حتى الناس يعرفون يمكن بعض الحقائق وبعض الأمور اللي تكون مخفية عليهم. نعم كابتن منور البصرة، حقيقة مثل ما قلت تطلع يعني بعد الوحدات التدريبية لو تبقى منها تطلع للتايم سكوير للكورنيش لو تبقى والله مو يعني مو شرط، بس أكثر الأوقات إنه بالفندق، بس من يجون عائلتي يكونوا موجودين وياي داخل البصرة يعني ممكن نروح كذا مكان، نروح مثلا خصوصا بعد التمرين وهاي الاجواء يعني قبل ما يجينا الحار والجو الصعب، فهاي الفتره نخرج بيها حسب فراغنا وحسب اذا ما كان عندنا تمرين وما كان عندنا يعني اذا موجوده وقت راحه نخرج بيها. كان عندكم وحده تدريبيه وشفت ابنك وياك بالصوره، يعني حاب يكون لاعب كره قدم مستقبلا؟ والله ان شاء الله ليش لا، بالعكس يعني هو يعني يحب كرة القدم ومتعلق دائما بكرة القدم، وأكثر الأوقات يمكن ينيم الكرة يمه على فراشه وعلى سريره، فأتمنى إنه يكون لاعب وبس. والدراسة كابتن؟ والله طشي أكيد طبعا هو الدراسة، وأتمنى إنه يوفق بين الشغلتين ويكون يعني بالدراسة ناجح وأيضا بكرة القدم ناجح إن شاء الله. والله ذاتي رأي حاليا بالعراق أصبحت كرة قدم أفضل من الدراسة. لا مو شرط بالعكس، لا والله حاليا كرة القدم الرياضة بصورة عامة يعني من سيء إلى أسوأ للأسف، يعني بظل الظروف اللي نمر بيها، بظل الأجواء اللي نعيشها، بظل الناس اللي دخلاء على كرة القدم وعلى الرياضة هم اللي سبب خراب الرياضة. حقيقة كابتن الرجال تبين بالشدة، وحقيقة جمهور نادي الميناء ما راح ينسى الموقف اللي انتم قمتوا به ولعبتوا جزء من العقد وعاودتوا للوحدات التدريبية ولعبتوا عدة مباراة، فأكيد نادي الميناء ما راح ينسى موقفكم كلاعبين. شوف أول شيء هذا واجبنا، وهذا طول ما احنا موجودين بالنادي لازم ندافع على شعار النادي، لازم ندافع على اسم النادي. ممكن المواقف ما تنسي، بس يعني وثاني شيء الجمهور هم صاحب حق علينا وصاحب يعني يستاهل انه نضحي له ويستاهل انه نلعب له، لان احنا انا شفت يمكن صار لفتره قليله شهرين بنادي الميناء شفت الجمهور يتنقل كل محافظات العراق يجي ورانا بدون مقابل وعلى حسابهم، ف يعني هذول الناس لازم نرد لهم جزء بسيط لهم. وثاني شيء ان احنا اللاعبين والكادر التدريبي اخذنا عهد على نفسنا انه نلعب، موجوده فلوس ما موجوده فلوس نلعب، وشفت الدليل ان احنا خضنا المباريات السابقه بدون اي مقابل بظل الظروف اللي تشهد النادي وظل الظروف اللي موجوده داخل النادي. احنا رحنا مباراه القوى الجويه على حسابنا من جيبنا الخاص، كل لاعب دفع تقريبا ما اعرف والله ايش قد بالضبط، بس رحنا على حسابنا الخاص، لان انت مثل ما قلت لك انه احنا يعني سبقا قلت لك انه اعطينا عهد على نفسنا واخذنا موقف ونلعب، لان بالاول وبالاخير يعني احنا صاحبين الموقف واحنا صاحبين الكلمه، فاعطينا عهد للجمهور واعطينا عهد للكادر التدريبي انه نلعب. كابتن راح تكملون الدوري او ايضا هناك راح يكون توقف؟ يعني هذا والله لحد الان احنا مكملين، بس احنا ما نريد نسبق الاحداث، ممكن يعني اتمنى ان تنحل الامور، اتمنى ان ما تبقى هيك شيء، لان هذا النادي حرام اللي يصير به هيك شيء، وهذا اسم النادي وكيان النادي ما يستحق هذا اللي دا يصير به، يعني الظروف اللي دا نعيشها والظروف اللي موجوده بالنادي صعبه، ما كنت اتوقعها اني يعني بهاي الصوره، وما حد نقل الصوره الحقيقيه على الاجواء اللي موجوده بداخل نادي الميناء. فاتمنى ان الفتره المقبله تنحل ان شاء الله. وايضا مطالبين بالمباراه المقبله بنتائج ايجابيه رغما للظروف اللي مر بها النادي، المباراه اللي الجايه كيف راح يكون استعدادكم بشكل عام؟ شوف احنا كل مباريات يعني اي مباراه نفقد نقاطها صعبه بالنسبه لنا، احنا ترتيبنا 12 و13 يعني، وحرام هاي الترتيب اللي احنا بيه، احنا ما نستحق هذا الترتيب، يعني بظل الظروف اللاعبين الموجودين، بظل الكادر التدريبي والاجواء المحيطه بالتمرين بالمباريات احنا ما نستحق هذا الظروف، بس نقول يعني احنا ما نريد نرجع للوراء وما نريد نقول انه السبب فلان وفلان او ممكن كادر تدريب ولاعبين يتحملوها واداره، بس نتمنى ان شاء الله الفتره المقبله انه وضعنا يتحسن ونحصل نقاط الكامله خصوصا ملعبنا. من يعني من اللي تعلق وراح تكون الضيف حضرتك جمهور نادي الميناء يبعث لك بسلام ووجه لك عده اسئله، وخلينا ننتقل لاسئله الجمهور.
حقيقة كلهم يسمون عليك وإلك محبة بقلوب كل جماهير نادي الميناء. مصطفى الميناي يقول يعني ما نتكلم عن هذه الفترة، خلينا نتكلم عن الفترة السابقة. يقول ما هو سبب ابتعاد نادي الميناء عن إحراز لقب الدوري وعنده أحسن ملعب وعنده جماهير وتتنقل يعني وراب كل مباراة، يعني سبق يعني رأيك كلاعب بالفريق أنه ابتعاد النادي عن إحراز اللقب؟ هي عدة أسباب. الإدارة تتحمل مسؤولية كبيرة، المدربين وأيضا الاختيارات اللاعبين، نوعية اللاعب اللي يجيبه أيضا نوعية المدرب اللي يجيبها. أكو مدربين موجودين صاحبين خبرة وصاحبين إنجاز وصاحبين شخصية داخل الملعب وخارج الملعب، هم يعرفون يختارون اللاعبين كيف يعني يختار اللاعب، والأجواء المحيطة بالنادي سواء بالأمور المادية السابقة يعني أيضا الجمهور والملعب وكل أدوات مستلزمات النجاح موجودة، سوى سوء التخطيط فترة سابقة الكل تتحملها، بس الجزء الأكبر يتحملها الإدارة. هدفنا مصطفى كريم سلم عليه، أتمنى أنهي مسيرته الكروية مع نادي الميناء ومستقبل أتمنى يكون الإدارة. والله شرف لي أن يكون أنا موجود داخل نادي الميناء، وشرف لأي واحد يكون يمثل نادي الميناء، وإن شاء الله إذا الأمور يعني صارت بالشكل الصحيح وتوفرت لنا المستحقات المادية ليش لا، بالعكس أنا هنا مرتاح الحمد لله ويا اللاعبين ويا الأجواء المحيطة بالبصرة. محمد البيضاني ذاكر بس جمهور نادي الميناء، ايش رايك بجمهور نادي الميناء؟ شوف شهادتي بمجروحه يمكن من الجمهور الممتع والجمهور المساند الفريق والمحب الفريق بدون مقابل، فنتمنى ان نرسم الفرحه والبسمه على جمهور نادي الميناء. علي يبعث لك بتحيه وذاكر سؤال قديم مع المنتخب، يقول شلون شاف تجربته مع المنتخب؟ موفقه؟ موفقه بس ما اخذت فرصتي الكامله، انظلمت بالمنتخب الوطني. نعم انظلمت كثير. مصطفى باقر يقول يسلم عليك ويقول الموسم القادم باقي مع نادي الميناء. والله ان شاء الله، مو قلت لك انا اذا توفرت الامور الماديه وجرت الامور بالشكل الصحيح ليش لا؟ يعني الاجواء ممتازه جدا بالميناء سواء اللاعبين، الكادر التدريبي، الجمهور، هي مشكلتنا بس الامور الماديه والامور الاداريه، اتمنى تتصلح وليش لا؟ بالعكس يعني اي لاعب يتمنى يلعب بالميناء. كابتن خلينا نكون واقعيين، هي فقط الامور الماديه اللي جاي يصير بنادي الميناء؟ الماديه والاداريه، وهي من يتحمل هذه المشكله؟ هو اذا الامور الماديه والاداريه موجوده كل لاعب بالعراق يتمنى يجي بالميناء. احنا وصلنا الختام ونتمنى يكون الوقت اطول، شكرا جزيلا لك مره ثانيه، كلمه خير. شكرا شكرا جزيلا لك وسلام الجمهور نادي الميناء الوفي، واتمنى منهم ان يساندونا بالفتره المقبله ان شاء الله مثل ما عودونا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا بحيث يعني نسعدهم ونجعل البسمة والفرحة موجودة دائما بجمهور نادي الميناء، واتمنى الفترة المقبلة يساندونا لأن هم يعني العامل الرئيسي بنجاحنا. شكرا جزيلا.